السلام عليكم، عين ساعة توسكانا دايغنوستكس. عندنا اليوم انسيس هذا اللي شفتوه نتاع خونا مسكيكتا تاع خويا رمزي، تشوف الموتور تاعك محرك عموم الداخل ما فيش اكسدة بزاف، كاين شوية صح، لكن بالنسبة لنا يعتبر شغل المحرك نظيف. لي كوسيني سافا، الكريساج تاعو كان مليح لانه كان يطلع في الزيت ما كانش يغفل عليها، وهذا لافونتاج تاع المحرك في الريفيزيون. حاول ما تغفلش على الزيت، ولو يكونسومي الزيت حاول ما تغفلش عليها. هذا الفوضى ان شاء الله من بعد تنظف، تعود مريقله منظمه ان شاء الله اورغانيزي. كيما المحرك تاع 120 ان شاء الله تشوف معنا عمليه استنهاض، رانا وحده وحده كل شيء تغلق سير لانه كل البولونين تغلق كيما مطلوب، كيما راهو مطلوب. النظافة بالطبع لازم يكون الداخل نظيف باش يبقى نظيف، يعني الزيت نتاعو باش تبقى صفرا دوبل في ان شاء الله. بقى لنا روتوشات وينوض المحرك وتشوفوه معانا ان شاء الله. نرجعو للانسيس هذا اتش دي اي، نكرهكم في الانسيس اتش دي اي. الانسيس اتش دي اي هو من احسن المحركات متوسط الاداء، يحتاج زيت مليح انتروتيان مليح فقط، يعيش مسافة طويلة حتى 400,000 500,000 عادي بلونتروتيان. لكن في بلادنا كنت تعرفوا الزيت كارثه وخلاص ما عندنا ما نقولوا فيها، هذه كي سبب فشل اي محرك. هذا شوفوا، هذا ميكانيزم نلقاو الديسك لاباس عليه، مي البلاطو هاكو تشوفوا كيفاش صرالو البلاطو هاكو، سنيه عواجو ويصرى تاكل. هذه تلحي لا فورشيت نطلعوا عليها، فورشيت نطلع عليها. شوف هذه لا فورشيت معاوده في الصازيك، هذه ماشي اوريجينال، هذه معاوده في الصازيك لانه لا ماتير نعرفها مليح وحافظها. هذو لي زانجيكتور، زانجيكتور كانوا مقريبين شوف من الماء، حاول كي تغسل الماء تشوف لي بلاصه لي زانجيكتور في 92 112 120 شوفوا، ولا 110 90 كامل حاول دير، شوف حاول تشوف لي بعد ما هذه لي جوان دقي تشوف كيف رجعوا 90 90 تماما. دوكا نقارنوهم بجدد تشوف الفرق كبير. خلاص ها منين كان يهبط الزيت، هاي لاميديتي نتاع الزيت مازالت فيه هنا في لاسوباب. لاسوباب هذو لازم يتشونجيو ان شاء الله، لانه لاطي تاعهم هنا مضات، هنا كي تقيسها هنايا تلقاها مضات، يعني هبطت شويه وتلقى هنايا درجه ديريكت تحسها بيدك درجه، نعرف تبان في الكاميرا ولا لا، هاي وين تبان الدرجه الهيت. لي سوباب يتبدلوا، نديرو ريفيزيون جينيرال سور لي نورم باذن الله عز وجل تاع خونا سكيكدا. نيتواياج نتاع هنا، نبدلو لا سيسبونسيون تعود منظمه. شوفوا هنايا نعطيكم لا شوميز وين تطيحوا وكيفاش تكونسومي الزيت، العوامل اللي تخلي الكونسوماسيون تاع الزيت. نرجع لاكيلاس اللي ديما نوصيو ووضحوها اخوتنا بزاف، منهم تيو بيرفورمانس ربي يحفظهم، شركه تلمسان الكترونيك تيو بيرفورمانس. وضحوا لكم هذه اللي درنا لها ديزاكتيفاسيون، هي الاولى اللي درنا لها ديزاكتيفاسيون، ها هي كي درك. بقى لنا الميكانيك نغلقوا هنا باستي 25، شوف تقريب مغلوق ها شوف، ولو سخن تاعها يلصق كي القدرون، ها ما يتنحاش هذا يلصق، لكن هذه راح تعبنا صح في النيتواج الداخل لانه ممتد لي شومبر كامل. شوف يعني لا شومبر الكاتريام هذه تجينا صعيبه، لكن ان شاء الله ننظفوها باساليب ومحاليل وبالطبع ماتريال للتراسون لوحو لاكيلاس كومبلي في الالتراسونيك كلينر، يعاوننا الداخل بزاف، خلاص ينحينا بزاف هم هنايا الداخل. هذو لي كلامين لي جومبر اللي كانوا يخرجوا هاكو تشوفوا، هذه كانت تخرج ديريكت الزيت حي، هذه صافا، هذه الزيت حي، هذه هاو الزيت حي، ها زيت حي يخرج من لي جوان دقيد لانه لي سوباب غلبوا في لي غورج نتاعهم. نوضحوا امر مهم فقط، شوفوا لاكيلاس الحق ما شاء الله الداخل هنايا في المجرى نتاع الماء، لانه كان يطلع
في الماء. لكن كي يكون هذا لا سيرفاس هذا بالضبط هذا تاع لا كيلاس مليح السيليكون هذه ما كان لاه، هذه تروح للروتور تبوشيه، اذا بوشات الروتور تطلع السخانه ما يفيق لهاش مولاها تحرق جوانت كيلاس وتصرى كارثه، ممكن يقومي كش ما يسرى الله اعلم. سيليكون وثم السيليكون، سيليكون وثم السيليكون، كذلك هنايا هنايا كي يكون لا سيرفاس هذا مليح حط الجوان سواء حديد سواء الاخر تاعو الاحمر، الجوان سبيسيال الاحمر اللي يجي في الـ في الـ في الـ في البيجو سيتروان يجي احمر. دركا نرجعوا لليزاج، لليزاج هنايا كيفاه نقيسوه؟ شوفوا هنايا الساعة هنايا كي تقيسها كتلقى درجة هاو باينة، كي تلقى درجة بالسلام، لكن ماهوش كي تلقى درجة تقول صاي، لازم كدوات القياس. نقيسو هنايا واش نلقاو؟ نلقاو هنايا 7 سنتيم، هذا على ليزاج 75 مليمتر، يعني نزيدو 6 سنتيم ترجع تفوت ان ديزيام، ان ديزيام بينها وبين الشوميزة مشكل كبير. زيد لها العامل هذا مع لي سوبابو لي جوان دكيت راح تاكل الزيت بقوة وبالسيف عليها. شوفوا الفيد اللي كان بين لاكورج تاع تاع البيستون والسيغما، فيد كبير خلاص. بالطبع ما نساوش لا ريفيزيون تاع هذا اللي شفتوها معانا في التيناف ثاني، يعني ما نضلوش نعاودو. لا كريبين لقينا الكارتير مفتوح من قبل ما نعرف واش دارو لداخل، نورمالمو كي واحد يفتح لك لا الكارتير يروح لا كريبين ينحيلها الشوائب هذه، هاو طرف حديد لداخل شوائب بزاف هنايا، هذه يدخلوا فيها حوايج، هذه نزوها شويه هكذا ونسوفليوها ونحيو واش كاين لداخل كامل. ها واش كاين لداخل، طرف سيلان ولا روسور ما فهمتش منين جا هذا، على العموم ما راحش يدير بروبليم ما راحش يفوت نورمال هذي عادي. لكن السيليكون ثم السيليكون في مجال نتاع الزيت هنايا ما كاش سيليكون هنايا، ما ديروش السيليكون هنايا في بلاصه تاع لا بومبالويل، لانها عندها لي جوان هادو، عندها لي جوان هادو، لي جوان هادو قليل وين يموتوا. هذه ديما تفويتي كيما قلنا، اللي يعاود الكاشكيلبيتور ما يكفيش الكاشكيلبيتور، لازمك تعاود جوانتي هذه، لازم تجوانتيها منا وتجوانتيها منا بالسيليكون ولا تيفلون ليكيد، والتيفلون ليكيد احسن خدمه تيفلون ليكيد. لكن هنا تلقى سيليكون دير سيليكون، سيليكون ثاني راهو يعيش بزاف. الفيبرو كان مليح، ليكال هذو كيما قلنا 2.4 هامش الخطا تاعهم 5 سنتيم، 5 يفوتو 5 سنتيم هيك لازم تعاودها، يعني تلقى 2.35 يعني 0.05 غايبة بدل مباشرة. درك نحطو ان شاء الله مع الفيديو هذا نحط دليل التصليح يتيلي شارجيوه الاخوة، وربي يوفق الجميع ان شاء الله، وفقنا واياكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بعد ما شميزينا بعد ما خدمنا او دركا حبيبنا سكيك دا نيتواياج نيتواياج داخل تحت لي بيستون ما شاء الله. هاي لا كيلاس اللي شفتوها شفتوها معفنة هاي ما شاء الله. شوفوا لادميسيون تاعها ادميشن وريزيت علينا، غادي نتنيتوي كلش باش يخرج مليح ان شاء الله، يخرج محرك عروسة عروس الميدان. سيرفاس لي سوباب جدد جوان دكيت هكا نضمنو خدمة نظيفة. هذا منساوش نعاودو له السيليكون، نعاودو السيليكون هذا وهذا، ونعاودو الكاش كيلبيتو نعاودو له جوان تاعو سي بون، ميعاودش فيها بروبليم ان شاء الله. باش ما نساوي نقيسو كلش، نقيسو كلش باش ما يصرا حتى بروبليم ان شاء الله، كلشي يكون مخدم سير لينون. كي نكملوه تشوفوه لا لا
ايه ميلاد وحدك جديد تاع بارتنير تاع خونا سكيكدا ان شاء الله عملية استنهاض غدا بحول الله، ترقبونا. السلام عليكم. هذه نهاية العمل ما شاء الله. كيت كوروا كومبلي، كيت شامبون باور، ريفيزيون جينيرال، محرك صفر زيرو كونتور دركا. هذه خرج ما شاء الله تاع خويا رمزي مسكيكدا، ان شاء الله ربي يبارك له، ربي يصلح الاحوال ان شاء الله. لا سسبونسيون ميتة كاريمون، كل شيء ميت الحمد لله. السيارة راهي مريقلة ما شاء الله. هذه نهاية العمل، نهاية اجتهاد ان شاء الله، ربي يصلح. السلام عليكم ورحمة الله.